نيجي بقى للدوبامين والدوبيوتامين. الدوبيوتامين والدوبامين الادويه دي بتتعطى بالانترافينس انفيوجن لان مفيش منها اورال بريبريشن نوت افكتيف اورال، ولو قفلت الانفيوجن بتختفي من الدم لان الهاف لايف بتاعها فيري شورت فيو مينتس. طيب الدوبيوتامين بتتعطى بالانترافينس انفيوجن بينبه للبيتا واحد الموجوده في الكاردياك ماسل فيعمل لي دوز ريليتد انكريس في المايوكارديال كونتراكشن وذ مينيمال انكريس في الهارت ريت وذ مينيمال انكريس في استهلاك الاكسجين. يبقى حلوه جدا انه بيزود الكونتراكتيلتي بقوه والموضوع دوز ريليتد، يعني كل ما سرع الانفيوجن الهارت الريت يزيد ولا الكونتراكتيلتي؟ لا الكونتراكتيلتي بتزيد. فبستخدمه في حالات الهارت فيلير الاكيوت اكزاسيربيشن بتاع الهارت فيلير بيسموها كونجستيف هارت فيلير ريفراكتور كيسز او الاكيوت هارت فيلير او الكاردياك ازمه او البلمودر اديما اللي هو العيان داخل في صدن ديكريتس في الكاردياك او بط عشان يزود لي الكونتراكتيلتي يزود لي الكاردياك او بط. ايه كمان؟ قالوا في حالات الكاردوجينيك شوك والسيبتيك شوك. كاردوجينيك وسيبتيك شوك ليه؟ لانه هينبه البيتا واحد في القلب فيزود المايكاردال كونتراكتيلتي يزود الكاردياك او بط يقوم يعلي الضغط. طب انا استفدت ايه؟ ما هو الشوك معناها ان الضغط واطي، معناها البرفيوجن بتاع الفايتال اورجان قليله، لما يكون الضغط واطي الدم ما يقدرش يدخل جوه الفايتال اورجان، فبالتالي انا العيان هنا ضغط واطي اسمها كاردوجينيك شوك، شوك يعني ضغط واطي، طب كاردوجينيك في مشكله في القلب هي اللي وطت الضغط، فبالتالي هو يزود لي الكونتراكتيلتي فيزود الكاردياك او بط يزود الضغط. وكذلك في السيبتيك شوك بيبقى فيه نتيجه السيبتسيميا او البكتيريا الاندوتوكسين بيبقى فيه ضعف في المايكاردال كونتراكتيلتي والبلاد فيزل الواسعه، فانا بحاول ازود الكونتراكتيلتي عشان ازود الكاردياك او بط، فبالتالي هيزود لي الكونتراكتيلتي ويزود الكاردياك او بط، فاخده في الكارديوجينيك والسيبتيك شوك والاكيوت هارت فيلير او ريفراكتور كيسز او اكزاسيربيشن اوف الكونجستيف هارت فيلير اللي بنسميها اكيوت هارت فيلير او كاردياك ازمه او بلمونري اديما. اكيوت طبعا بلمونري اديما. في اللارج دوز طبعا بما هو كان في الثيرابيوتيك دوز بيعمل دوز انكريس في الهارت ريت وذ مين في سوري دوز ريليتد انكريس في المايكاردال كونتراكتيليتي وذ مينيمال انكريس في الهارت ريت، لكن في اللارج دوز بقى هيفقد السلكتيفيتي دي ويبدا يعمل لي ايه؟ يزود الكونتاكتيفيتي قوي فيزود الهارت ريت قوي في العين يخش في تاكي كارديا يقوم ضربات قلبه تزيد يقوم يحس بقى يبقى اسمها بالبيتيشن ها، وممكن الموضوع يزيد يقوم يزود لي كمان الريزمستي يقوم العين داخل في اريزميا تاكي اريزميا، ولما الهارت ريت يزيد والكونتراكشن يزيد يقوم يزيد استهلاك الاكسجين يقوم العين داخل مني في ايه؟ في انجينال بين، ليه؟ هيحصل امبالانس بين الاكسجين سبلاي والاكسجين كونسامبشن. المفروض لما الهارت ريت يزيد والكونتراكتيلتي تزيد ها في نفس الوقت كان الادرينالين بيوسع الكورونري لانه بينبه البيتا 2، الدواء بتاعنا ده لا يمتلك اي افكت على البيتا 2 اونلي بيتا 1 اجونست، ده الاكزامبل اللي انا لازم ابقى عارفه للبيتا 1 اجونست اللي اسمه ايه؟ الدوبيوتامين. الدوبيوتامين سيلكتيف بيتا 1 اجونست، فبالتالي هيزود الكونتراكشن وهيزود اللارج الهارت ريت في اللارج دوز يقوم يزود لي استهلاك الاكسجين. طب وسع الكورونري عشان يزود الاكسجين سبلاي؟ لا، يبقى في عدم توازن امبالانس بين الاكسجين سبلاي نتيجه البلاد فيزل ما وسعتش وفي الاكسجين كونسامبشن نتيجه زياده الكونتراكشن والكونتراكتيلتي. ايه كمان؟ لما يزيد الكاردياك اوت هيزيد البلاد بريشر، اذا في اللارج دوز يعمل هايبر تنشن. نيجي لاخوه بقى دوبامين. على فكره الدوبامين والدوبيتامين دول ادويه مستشفيات، ادويه عنايه مركزه، موجود في غرفه الاي سي يو، في غرفه الانتنسيف كير يونت، في غرفه الافاقه، في غرفه الانعاش، انعاش ايه عضله القلب. طيب إيه، تعالى ما نشوف الدوبامين تاثيره ايه؟ قالوا تاثيره بقى دوز ديبندنت. في السمول دوز بينبه الدوبامين واحد ريسبتور فقط اللي موجوده في السريبرال والكورونري والرينال بلاد فيزل، فيوسع البلاد فيزل دي فيزود البلاد سبلاي للبرين وللهارت والرينال، فيزود الجي اف ار او الجلومال فلتريشن ريت اللي هو فلتره الدم انه يخرج منه ايه فلويد وينزل في الايه في الرينال تيبيول. كمان لما يزود البلاد سبلاي للكيدني هيزيد الصوديوم والووتر اكسكريشن، يعمل حاجه اسمها ناتيوريسيز يعني بيزود الصوديوم اكسكريشن من الجسم. طيب لو انا زودت الدوز شويه وخلعت خليتها انترميديت دوز، يعني ايه زودت الدوز؟ يعني جهاز المحاليل او جهاز التغذيه اللي متعلق للمريض اسرعه شويه خليه في النص يقوم يعمل لي ايه؟ طبعا بتحسب بحسب النقطه كام نقطه في الدقيقه يا جماعه. طيب ات انترميديت دوز بينبه بقى بجانب الدوبامين واحد ريسبتور يحفز البيتا واحد، واهم مكان للبيتا واحد، لو هنسى البيتا واحد في الجسم كله مش هنسى الهارت، اهم واحد اهم مكان للبيتا واحد على الاطلاق فين؟ في الهارت، فيزود لي الهارت ريت ويزود لي الكونتراكتيلتي، فيعمل بوست في انوتروبيك افكت يعني يزود المايكاردال كونتراكشن ويزود الهارت ريت. اه يعني الدواء بتاعنا ده غير ده، اه ده كان بيزود مينلي كونتراكشن، تاثيره على الهارت ريت ضعيف في السرابيت الدوز، لا ده في السرابيت الدوز بيزود لي الكونتراكتيلتي والهارت ريت بنفس القوه، فالهارت ريت لما يزيد والكونتراكتيلتي يزيد اخد زياده في الكاردك ابط، ولما الكاردك ابط يزيد يزيد السيستوليك بلاد بريشر، لان يعني عارفين السيستوليك بلاد بريشر يساوي الهارت ريت مضروب في الكاردك اوت بط، فيزيد البلاد بريشر. حلوه جدا كده.
لو انا بقى العيان سرعت المحلول جامد، لو واحد مثلا مريض قاعد في المستشفى كده وراح يزور والده وداخله في العنايه، ممنوع يا سيدي الدكتور حد بيعاني مركزه جاب واسطه وايه ودخل العنايه عشان يبص على الوالد، ده الجهاز المحلول معمول على النص، فصعب عليه قال لك ده مستخسرين في الدواء، قام عمل ايه؟ مسرع بقى الانفيوجن على الاخر، قام مدخله في هاي دوز. الهاي دوز تعمل ايه؟ تنبه الالفا واحد اللي موجوده في السب كوتينيوس والسب ميكوزال بلاد فيزل تعمل فازو كونستريكشن، مش كده وبس، ده اللي موجوده على الرينال بلاد فيزل، فلما يعمل فازو كونستريكشن يعمل ايه؟ يعلي الضغط، وموجوده كمان الالفا 1 على الرينال بلاد فيزل، وعند موجود عند بعض الناس بكسره على الكورونري، يقوم يعمل فازو كونستريكشن، يقوم يقلل البلاد سبلاي للكدني، يقوم يعمل ينقص الجي اف ار. عشان كده لو سالت ليه ادفول اكتيفيشن اوف سمباثيتك نيرفس سيستم الكدني فانكشن بتقل، الجي اف ار بيقل، لان ادفول اكتيفيشن كل الريسبتور شغاله دوبامين وبيتا والفا، لكن مين المور بوتنت؟ المور بوتنت هي الالفا، فشوف تاثيرها. يبقى في الفول اكتيفيشن كل الريسبتور شغاله، المفروض الرينال بلاد فيزل عليها بيتا 2 ريسبتور وعليها دوبامين واحد ريسبتور، بيعملوا فازو دايليشن، وموجود عليها الفا تعمل فازو كونستريكشن، فلما بدي لارج دوز كله بتنبه، لكن يبان الافكت بتاع المعلم الكبير اللي هو المور بوتنت اليمين الالفا، فيحصل فازو كونستريكشن. فلو سالت ليه ات فول اكتيفيشن اوف سمباثيتك نيرفس سيستم الجي اف ار بيقل والرينال فانكشن بتقل او كدني فانكشن بتقل، لانه ات فول اكتيفيشن كل الريسبتور بتشتغل، فشوف تاثير الالفا اللي هي مور بوتنت اللي تعمل فازو كونستريكشن فتقلل الرينال بلاد فلو. استخدمه في ايه ده؟ انا بستخدمه في لو دوز او انترميديت دوز، في الغالب بندي انترميديت، ها، عشان ينبه لي الدوبامين واحد والبيتا واحد. فين؟ قالوا في نفس استخدامات الاخ ده، في الريفراكتور كيسز اوف هارت فيلير والكاردوجينيك وسيبتيك شوك. طب مين اللي يبقى اقوى تاثيره؟ ده يبقى احسن. ليه كده؟ قالوا لانه هيزود المايكاردال كونتراكتيلتي وهيحسن الرينال بلاد فلو. خلي بالكوا العين ممكن يطلع من الشوك ويفوق من الشوك ويطلع باكيوت رينال فيلير. ليه؟ لان الدم اللي راح للكدني قل، والكدني دي اورجان هايلي فاسكولار بتاخد 25% من الكاردك اوت، فبالتالي لما بتقطع عنها الدم بتقوم داخله في اسكيميا، يحصل اكيوت نيكروزس في رينال تيبيول، يقوم العين داخل في رينال فيلير، يفوق من الشوك برينال فيلير. فهي دي بتعمل لي ايه؟ بتزود لك الكونتراكتيلتي الكاردوجينيك والسيبتك شوك، زود الهارت ريت والكونتراكتيلتي، فتزود الكاردك اوت، تزود الضغط، مش كده وبس، وتنبه دوبامين واحد على السريبرال والكوروناري والرينال بلاد فيزل، فتحسن البرفيوجن بتاع الفايتال اورجان سواء كانت برين او كوروناري او هارت. ايه تاني؟ في الهارت فيلير عشان هتنبه البيتا واحد والدوبامين واحد، فتزود لك المايكاردال كونتراكتيلتي وتزود الكاردك ابط، وفي نفس الوقت تحسن الايه؟ الرينال بلاد فلو، فتزود الصوديوم والووتر اكسكريشن، تعمل لي دايوريسيس. ليه كده؟ طب انا استفيد بايه بالدايوريسيس في العيان ده؟ ده عيان هارت فيلير، ده جسمه مخزن ميه، احد اسباب اجتراز القديمه هي الهارت فيلير، فبالتالي العيان عنده قديمه، فلما تخلص من الميه والملح الزياده ده شيء كويس. سايد افكت بتاعته قلنا بينبه البيتا 1 ريسبتور، لكن الموضوع لو زاد قوي تنبيه قوي على عضله القلب يعمل ايه؟ تاكي كارديا، يقوم العيان يحس بها، يبقى اسمها بالبيتيشن، وممكن الريزمست يزيد، يقوم العيان داخل في تاكي الريزميا، ضربات قلبه تزيد جدا، ودي بعدها في عدم انتظام في ضربات القلب، وبعدين هيزيد الهارت ريت قوي ويزيد الكونتراكشن قوي، فيزيد استهلاك الاكسجين، وممكن الكورونري ما يوسعش. ليه؟ لان الدواء بتاعي صحيح بينبه الدوبامين واحد، لكن ممكن يكون الكورونري فيه اثيروسكلروزس ما يوسعش، يقوم يحصل ايه؟ امبالانس برضه بين الاوكسجين سبلاي والاوكسجين كونسمشن، يقوم العين داخل في انجينال بين. ايه كمان؟ قالوا يزود كمان الضغط، يعلي الضغط. فين يعلي الضغط؟ امتى؟ في اللارج دوز. طب والانترميديت دوز ممكن يزود الضغط؟ ممكن يزود الضغط عشان طريق البيتا 1 ريسبتور. يبقى في اللارج دوز يعلي الضغط، لكن اللي اكيد اللي هي لارج دوز انه بيقلل معاها الرينال بلاد فلو، يقلل الجي اف ار. يبقى كده خلصنا الدوبامين والدوبيتامين، وعرفنا الفرق بينهم، وعرفنا ان في فرق بين الدوبامين وبين الدوبيتامين، وقلنا الدوبامين بيشتغل على الدوز ديبندنت افكت، الفا ودوبامين واحد وبيتا واحد دوز ديبندنت، الالفا في اللارج دوز والبيتا واحد في الانترميديت، والدوبامين دوبامين واحد في السمول دوز، قلنا الافكت بتاعه دوز ديبندنت. اكتر ريسبتور حساس في الجسم هو مين؟ الدوبامين واحد. تابع في السمول دوز، في المودرن دوز باخد معاها كمان البيتا واحد، يبقى نبيه للاثنين، يزود لي كونتراكشن ويزود لي رينال بلاد فلو وسيربرال بلاد فلو وكورونال بلاد فلو، فحلو في كارديوجينيك شوك وسيبتيك شوك، ما ادهوش في اللارج دوز، لان اللارج دوز هيعمل فازو كونستريكشن، هيقطع الدم عن الكلى، فبالتالي يعمل فازو كونستريكشن. انما دوبيوتامين افتكر له دوبامين، دوبيوتامين بيتا 1 اجونست فقط فول ستوب، وبيتا 1 اللي متعلقه بالكونتراكشن مش الكوندكشن، فيعمل ماركت انكريز في الكونتراكتيلتي وذ مينيمال انكريز في الهارت ريت واستهلاك الاكسجين. اذا لو واحد عنده اكوت ماركاردال انفاركشن دخل في اكوت هارت فيلير وحبيت قدام الاثنين وعايز اديه، يفضل ادي دوبيتامين لانه ما بيزودش استهلاك الاكسجين، بعكس الدوبامين بيزود الكونتراكشن لكن بيزود معاها استهلاك الاكسجين.